السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات قناة السكولة ودرس جديد من سلسلة دروس مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول للإعدادي. ناخد النهاردة الدرس الأول من الوحدة الخامسة بعنوان الحياة السياسية. كنا عايزين نعرف مع بعض إيه جوانب الحضارة المصرية القديمة، إيه ومدى عظمة هذه الحضارة في جوانبها الاقتصادية والدينية والسياسية. هنبدأ أول حاجة مع بعض الجانب السياسي. النهاردة هنعرف مع بعض مين هي كانت عناصر الحكم في مصر، ونعرف إن أهم منصب وهو صاحب السلطة المطلقة على شعبه هو الملك أو الفرعون، واللي الناس لازم إن هي تطيع هذا الفرعون لأنه هو رمز لوحدة البلاد. تاني منصب عندي ظهر هو منصب الوزير، نتيجة لتزايد أعباء ومهام الملك، وكان صعب جدا إن الملك يقوم بكل حاجة لوحده بمفرده، فبدأ يستعين عندي بمنصب الوزير. كان عنده منصب شبه المحافظ دلوقتي بنقول عليه حاكم الإقليم، وده منصب مهم جدا لأن حاكم الإقليم ينوب عن الملك في الإقليم في حفر الترع، خزن الغلال، وحفظ الأمن. كمان كان عندهم حاجة اسمها الإدارة المركزية، ودي كانت عبارة عن مجموعة من الإدارات، إدارة خاصة بالوثائق الملكية، إدارة خاصة بالزراعة اسمها إدارة الحقول، إدارة خاصة بأنها تحافظ على الموارد المالية لمصر اسمها إدارة الخزانة، وإدارة وإدارة. كان عندهم خمس إدارات مهمين جدا. النهاردة هنعرف برضو مع بعض دور الجيش في تاريخ مصر، وإمتى ظهر لمصر أول جيش نظامي، وده كان في عصر الدولة الحديثة. عايزين نعرف مع بعض إيه الحاجة الملابس اللي كان بيرتديها الجندي المصري القديم، وإيه أهم الأسلحة اللي كان بيستخدمها في إيده، الخنجر أو سواء الرمح أو الدروع اللي كان بيستخدمها المصري القديم، وإيه أهم المعارك الحربية اللي كانت في تاريخ مصر الفرعونية في عهد الملك رمسيس الثالث. يلا بينا على درسنا وعلى حلقتنا النهاردة. معكم معلم أول مستر محمد نور كمون من قناة السكولة التعليمية. ايه العوامل اللي ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة؟ في عندي مجموعة حاجات اساسية، لو ما كانتش موجودة ما كانتش هتتبنى الحضارة. يعني مثلا عندي، تعال بص كده على الخريطة، نهر النيل. لو نهر النيل مش موجود عندي ما كانش هيبقى في عندي قيام زراعة واستقرار وقيام حضارة. موقع متميز، مصر عندي ليها موقع متميز على مستوى العالم، تحس ان هي في وسط العالم كله. المناخ المعتدل، في عندي مناخ معتدل في مصر، ومناخ ولا حر ولا مناخ شديد البرودة. الطبيعة الغنية اللي عندها ثروات اللي بتساعد الإنسان على قيام ونشأة الحضارة والصناعات المختلفة. الإنسان المحب لبلده ووطنه، الإنسان اللي بيحب بلده هيبني حضارة. يبقى في خمس عوامل ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة، يعني نهر النيل، موقع الممتاز، المناخ المتنوع، الطبيعة الغنية، الإنسان المحب لبلده ووطنه. طب الحضارة بقى، ارجع الكلام اللي انا قلته، العوامل، الحاجات الاقتصادية اللي قلت لك عليها، كانوا بيتعاملوا ازاي، عايشين حياتهم ازاي، ايه اللغة اللي بيكتبوا بيها، كل الجوانب دي اللي هي اسمها جوانب الحضارة المصرية القديمة او مظاهر الحضارة المصرية القديمة. في عندي حاجة اسمها الحياة السياسية، في عندي الحياة الدينية، في الحياة الاقتصادية، في عندي الحياة الاجتماعية، واخر حاجة عندي في الحياة الثقافية بتاعتها. احنا في نهاية الفصل الدراسي الاول هناخد الحياة السياسية والدينية والاقتصادية، التلاتة دول، وبداية الترم التاني هناخد الحياة الاجتماعية والحياة الثقافية، واول درس عندي بنقابله مع بعض الحياة السياسية. طبعا الحياة السياسية هنا انا مش هتكلم فيها على معاملاتهم الاقتصادية البيع والشراء، ولا هتكلم على اهم الصناعات، ده اقتصادي. امال يعني ايه كلمة حياة سياسية؟ يعني ايه المعنى ده اصلا؟ عموما مش بتكلم على الحياة السياسية في مصر القديمة، لا، كلمة حياة سياسية بمعنى ايه؟ حياة سياسية انت بتقف في طابور الصباح وبتهتف لبلدك وبتقول تحيا جمهورية مصر العربية. ليه حضرتك بتقول تحيا جمهورية؟ لان احنا نظام جمهوري، نظام الحكم في مصر نظام جمهوري. طيب مين السلطات اللي بتحكمنا؟ طبعا اعلى سلطة عندنا في الدولة هي سلطة رئيس الدولة، بيبقى بعد كده نتيجة ان الاعباء كتير، فبيبقى طبعا في مجموعة من السلطات بتتوزع معاها، سلطة رئيس الوزراء، وفي عندي سلطة الوزراء، وفي عندي المحافظين. الشكل ده بقى بقول عليه نظام الحكم في الدولة، ومين المؤسسات اللي بتحكم الدولة، ده معنى كلمة حياة سياسية. احنا النهاردة عايزين نعرف الحياة السياسية دي في مصر القديمة كان شكلها عامل ازاي. بس تعال اول كده نأكد على التعريف ده. طبعا تعريف، يبقى انا عندي ليه شكلين من الاسئلة، يا اذكر معنى، وضح معنى، ما المقصود، او اكتب ما تشير اليه العبارة. ما المقصود بالحياة السياسية؟ اقول يقصد بها نظام الحكم في البلاد، ايه اللي نظام الحكم اللي البلد ماشية بيه،
ومين السلطات المختلفة اللي بتدير الوطن أو بتدير البلد، وما هي العلاقة بين الحاكم وأفراد المجتمع، العلاقة ما بين الاثنين شكلها عامل إزاي. مصر لما نيجي نبص عندي في الحضارة المصرية القديمة هلاقي إن تحقق لها القوة والرخاء على مر العصور والفترات التاريخية كبيرة جدا. فاك حضارة المصرية القديمة دايما يقول لك حتى 7000 سنة، يعني ما تفتكرش إن عصر الدولة القديمة ده مثلا 20 سنة ولا 100 سنة، انت بتتكلم على فترات طويلة جدا، سواء عصر الدولة القديمة مع الدولة الوسطى مع الدولة الحديثة. فمصر قعدت لفترات طويلة جدا عايشة في قوة وعايشة رخاء. ايه اللي حقق لها الكلام ده؟ لان هي من بداية رقم واحد، هي من اول ما ظهرت منذ بداية التاريخ وهي كانت دولة قوية. اللي ساعد على قوة الدولة ان مصر كانت تسير على نظام حكم ثابت، ما حصلش اي تعديل في الحكم. معروف ان البلد بيحكمها ملك، وبعد وفاة هذا الملك بيتولى ابنه اللي هو ولي العهد، يجي ملك من بعده، وهكذا وهكذا، نظام ملكي متوارث. فكرة الثبات في الحكم بتدي استقرار للدولة وبتخلي الدولة دولة قوية عندي. تالت حاجة ان مصر وهي بتتطور، ولو تفتكر وارجع لاول حلقة عندك في درس في حلقة وحدة شعب، هتلاقي ان مصر لما جت تتطور ما بدأتش كدولة، لا، هي بدأت الأول بفكرة حكام الأقاليم، مجموعة من الأقاليم اللي بعد كده اتحدت مع بعض في مملكة الشمال ومملكة الجنوب. بعد كده جه الملك مينا أو نعمر ووحد المملكتين مع بعض، وبقى نظام ملكي بيحكمها ملك واحد، وهذا النظام هو اللي شمل كل مصر. فبدأ الحكم بحكام الأقاليم وانتهى بقيام نظام ملكي شمل كل مصر. نعيدها تاني، اسمع بقى السؤال، يجي لي صيغة السؤال بما تفسر، استنتج الأسباب التي أدت إلى تحقق لمصر قوة ورخاء على مر العصور. أقول له واحد، لأن ظهرت مصر منذ فجر التاريخ كدولة قوية. اثنين، أن مصر كانت تسير على نظام حكم ثابت. ثلاثة، أن هذا الحكم بدأ في البداية بحكام الأقاليم وانتهى بنظام ملكي شمل كل البلاد أو شمل كل أنحاء عند مصر. طيب مين هي عناصر الحكم في مصر الفرعونية؟ بنبدأ عندي بأعلى سلطة كانت في الدولة في ذلك الوقت، هي سلطة الملك أو الفرعون. ونتيجة لتزايد أعباء الملك أو الفرعون بدأنا أن احنا نجيب حد يساعده اللي هو منصب الوزير يعاون الفرعون أو الملك. كمان هلاقي أننا في عندي على مستوى الأقاليم في عندي حكام الأقاليم يشبه حاليا منصب المحافظ، وفي عندي الإدارة المركزية. دي الكلمة الغريبة شوية، وهنعرف النهاردة في درسنا إن الإدارة المركزية دي عبارة عن إدارات مستقلة، وكل إدارة لها تخصص. في إدارة خاصة بالزراعة، في إدارة خاصة بالقضاء والمحاكم، في إدارة خاصة بالشؤون المالية للدولة، فكل إدارة متخصصة في مجال معين. تعال نبدأ عندي بأعلى سلطة وهي سلطة الملك أو الفرعون، وده كان ليه سلطة كبيرة جدا في مصر. والملك كان بيعتبروه ملك مقدس، أي أنه كان المصريين القدماء يبجلون الملك ويعظمون الملك، وهو صاحب النفوذ المطلق، ليه سلطة مطلقة. يجب على الشعب أن يطيع الفرعون، وعندما يطيع الشعب الفرعون، وعندما يكون ملكا قويا وملكا عادلا زي ما شفنا في التاريخ في ملوك كتير جدا في تاريخ مصر القديمة، وحتى المصريين القدماء كانوا بيحبوهم جدا وكانوا بيطلقوا عليهم الملك المحسن المحبوب زي الملك سينفرو، فهم كانوا بالنسبة لهم هم رمز لوحدة البلاد. طالما كان الملك الذي يحكم هذه البلاد كان ملكا قويا، فالدولة كانت دولة قوية ودولة متحدة. لكن لما الملك يبدأ يضعف تبدأ البلد تضعف وتبدأ البلد تتفكك. يبقى الفرعون كان يطلق عليه الملك المقدس وصاحب النفوذ المطلق، كل الناس لازم تسمع كلامه، هو رمز لوحدة مصر. كل السلطات في ايديه، سواء السلطة الدينية او السلطة الدنيوية. ما هي مهام الملك؟ ايه اهم واجبات الملك تجاه الدولة عنه؟ الملك كان عندي ليه اربع مهام. اول حاجة عندي انه لازم يدافع عن مصر ويحمي حدودها من الاعداء. كمان هو المسؤول عن إقامة العدل بين الناس، وهو المسؤول عن أن يوفر الحياة الكريمة لشعب مصر. طبعا هنا عندي في الصورة حاجة، بص هلاقي ان دي عندي الملك أو الفرعون، وجنبيه الوزير. منصب الوزير ده ظهر ليه؟ ايه سبب نشأة منصب الوزير؟
ليه الفرعون بدأ يفكر ان يجيب وزير؟ نتيجة لتزايد اعباء ومهام الملك. اعباءه كتير، المهام المسؤولة به كتير، عشان يوفر الحياة الكريمة لشعبه، الزراعة ومشاريع الري والتخزين المحاصيل وقيادة الجيوش وحماية البلاد، ده الموضوع كبير قوي، فالاعباء كتير. فكان صعب جدا ان الفرعون يقدر ان هو يؤدي الوظيفة دي بمفرده، فعشان كده بدأ يفكر طب انا اعمل ايه. فبدأ يفكر ان يجيب حد يستعين بيه عشان يساعده ويشيل معاه اعباء صعوبة اشرافه على شؤون البلاد، يساعده في اشرافه على شؤون البلاد، لانه صعب جدا ان يقوم بالوظيفة دي بمفرده. طيب تعال نحفظ السؤال كده، يا اما يقول لي اذكر سبب نشأة وظيفة الوزير دي صيغة، اذكر سبب اتخاذ الفرعون وزيرا لمساعدته، هقوله بسبب تزايد اعباء ومهام الملك وصعوبة اشرافه على شؤون البلاد، كان صعب جدا ان الملك او الفرعون يشرف على البلد بمفرده. هنا السؤال معكوس شوية، ما النتائج، او ممكن اجيبها لك بصيغة تانية، ما الاثر الناتج عن زيادة مسؤوليات الملك في مصر القديمة؟ ادى ذلك الى ان الملك بدأ يتخذ وزير عشان يساعده ويعاونه في تنظيم شؤون البلاد. طيب منصب الوزير منصب مهم، منصب مهم جدا، ده الرجل الثاني في مصر، يعني ده تاني اهم منصب في مصر. طب نتيجة لأهمية المنصب ده، اكيد الفرعون مش هيحس ان هذا المنصب ينفع يجيب اي حد، لازم يكون شخص له مجموعة من الشروط والأمانة والصدق والكلام ده. برضو الحاجة التانية ان لازم يبقى شخص قريب من الفرعون او قريب من الملك، فيبدأ يجيب مين في المنصب ده؟ يجيب حد من ولاده او حد من الأسرة من العيلة المالكة، حد من ولاد اخوه، المهم يكون من نفس العيلة. يبقى ما النتائج او ما الاثر الناتج ليه اهمية منصب الوزير، كان الملك يسنده الى احد ابنائه، حد من ولاده، او احد افراد الاسرة المالكة. في نفس الوقت برضو حتى لو حد من الاسرة المالكة مش هيجيب واحد جاهل، لازم يبقى في مجموعة من الشروط التي يجب ان تتوافر في الوزير. حسن السيرة، سيرته حلوة جدا بين الناس، معروف ان انسان صادق وسيرته حلوة، الناس دايما بتتكلم عنه كويس. انسان يتميز بالعدل، انسان يتميز بالحكمة، انسان حكيم، العلم، مش هجيب انسان جاهل. الخلق الطيب، انسان عنده خبرة واسعة، عنده خبرة في مجالات الادارة، يعني مش هجيب واحد مرة واحدة ما عندوش اي خبرة في مجال العمل الاداري وهقول له تعالى انت تمسك وزير. حسن تصريف الامور، بيعرف يتصرف في الامور ويعرف يدير الامور بشكل من اشكال الحكمة. المنصب الثالث عندي حاكم الاقليم، وحاكم الاقليم حاليا يشبه منصب المحافظ بالظبط، هو نفس المنصب، شبه نفس المكانة بتاعته، والمهام اللي بيقوم بيها المحافظ هي قرب نفس المهام اللي كان بيقوم بيها الفرعون او الملك. حاكم الاقليم طبعا منصب مهم جدا، وعندنا ان في التاريخ او في التدرج السياسي في مصر، ودي غريبة شوية، ان مصر عرفت منصب حاكم الاقليم قبل منصب الفرعون. مصر عرفت منصب حاكم الاقليم قبل ما تعرف منصب الفرعون. ليه؟ لان في التدرج نحو الوحدة السياسية مصر كانت مقسمة الى عدة اقاليم، وكان لكل اقليم حاكم مستقل، لكن بعد الوحدة بقى في مصر بيحكمها كلها ملك، وبدأ حاكم الاقليم او حكام الاقاليم بعد الوحدة، بعد عصر الوحدة، خد بالك من الجملة دي، اصبح يعين حاكم الاقليم بواسطة الملك او الفرعون. لكن مصر في تدرجها نحو الوحدة السياسية، بأكد عليها اهي، وارجع تاني لحلقة وحدة شعب، هتلاقي مصر كانت عبارة عن في التطور نحو الوحدة السياسية، عرف الزراعة، بنى شوية بيوت واكواخ، بقت قرية، القرية لما كبرت بقت مدينة، القرى والمدن تجمعت مع بعض وبقت اقليم 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 اقليم، بعد كده الوحدة. فعشان كده مصر عرفت فكرة حاكم الاقليم او منصب حاكم الاقليم قبل ما تعرف منصب النظام الملكي ووجود ملك ووجود فرعون في حكم مصر. هل منصب حاكم الاقليم ده منصب ذو شأن يعني وليه أهمية؟ طيب بما تفسر أهمية منصب حاكم الاقليم؟ بما تفسر، بيكرر معايا السؤال ده كتير في الاختبارات، بما تفسر
أهمية منصب حاكم الإقليم، لأن حاكم الإقليم ين حكام الإقليم أو حاكم الإقليم ينوب عن الملك، هو نيابة عن الملك، هو اللي بيمثل الملك أو الفرعون في هذا الإقليم، وهو مسؤول عن حفر الترع، إنه يحفر الترع اللي بتستخدم فيه ري الأراضي الزراعية، خزن الغلال، الخزن الغلال خزن بمعنى تخزين، والغلال اللي هي الغلة اللي هي المحاصيل الزراعية اللي هو خاصة المحصول المقصود بها محصول القمح اللي عليها الغلة، تخزنها لأن القمح لازم بتفضل في السنابل بتاعتها وتبدأ إن هي تتخزن عشان يتم استخدامها طوال السنة كطعام لشعب مصر. فالمسؤول في كل إقليم على إن يجيب المحصول ده ويبدأ يخزنه في الصوامع الخاصة بيه ويقف يشرف بالكلام ده بنفسه على العمال هو حاكم الإقليم. تالت وظيفة مهمة جدا هي وظيفة الأمن، هو ده المسؤول عن حفظ الأمن في جوه الإقليم، أنت المسؤول تحافظ على الأمن جوه الإقليم ومبقاش فيه جرائم، مبقاش فيه عصابات، مبقاش فيه سارقين، مبقاش فيه ناس خارجة على القانون. يبقى أهمية منصب الإقليم أنه ينوب عن الملك في إدارة الإقليم من حيث ثلاث حاجات، هو اللي بيقوم بحفر الترع يعني بيجيب عمال ويشرفوا على حفر الترع، هو اللي بيقوم بتخزين الغلال اللي هي الغلة اللي هي القمح، هو المسؤول عن حفظ الأمن جوه الإقليم ذات نفسه. طيب الإدارة المركزية بقى دي تقدر تقول عليها كده، لو هنشبهها هنقول إن هي شبه الوزارات، يعني بتقابل في العصر الحديث بتاعنا الوزارات، وطبعا كلنا عارفين إن الوزارات كلها مع بعض بتشكل الحكومة. هي زمان الإدارة المركزية اللي بيرأسها الوزير وبيساعد الوزير عدد من كبار الموظفين اللي هم رؤساء الإدارات العامة. الإدارات العامة دي كل إدارة كانت متخصصة في مجال غير التاني. تعال نشوف الإدارات العامة دي ونعرف كل تخصص من الإدارات دي. دايما بيجي سؤال اللي هو اكتب ما تشير إليه العبارة. أول إدارة كده على جنب اسمها إدارة الوثائق الملكية، اسمها كده إدارة الوثائق الملكية. مهمتها إيه؟ الكلمة أول حاجة بالبلدي وبعد كده نحفظها. أنا الملك حب يختارني عشان يعينني حاكم إقليم أو يعينني في منصب الوزير أو يعينني في منصب كبير، فطبعا الملك بيصدر قرار أو مرسوم ملكي أو أمر ملكي. إدارة الوثائق الملكية طبعا هي اللي بتطلع هذا القرار، بتطلع قرار أن الفرعون أمنحتم الرابع تحتمس الثالث أي ملك من الملوك دول طلع قرار إن فلان الفلاني تم تعيينه حاكم إقليم أو وزير. هذا الأمر وهذا المرسوم الملكي يصدر من إدارة الوثائق الملكية. اكتب ما تشير إليه العبارة. الإدارة الخاصة بالأوامر والمراسيم الملكية الخاصة بتعيين الوزراء وكبار الموظفين إدارة الوثائق الملكية. طيب دلوقتي طبعا انت لو عايز على معاك نسخة ورقة أو أي حاجة وعايز تعمل منها أكتر من كابي أكتر من نسخة، سهلة جدا، حضرتك بتصور او حضرتك بتعمل برينتر وبتطبع منها النسخة العدد من النسخ. زمان كانت الطريقة الوحيدة لعمل مجموعة النسخ عملية النسخ بالايد او الكتابة مرة اخرى. طبعا انا طلع لي قرار ان انا ابقى حاكم اقليم في طيبة برا هناك في الصعيد، فانا هاخد بعضي واروح لهم الاقصر اقول لهم انا الفرعون عيني عليكم حاكم اقليم، الناس هتصدقني ازاي؟ لازم يكون معايا امر مختوم من الملك او الفرعون بذلك. فلازم يبقى في اكتر من نسخه، في نسخه وراها للناس وفي نسخه موجوده عند الفرعون ان انا في اليوم الفلاني تم تعيين، فعايز اعمل نسخه منها. فباخد الامر الملكي ده واروح لاداره تانية اسمها اداره النسخ والمحفوظات. اداره النسخ والمحفوظات تبدا اروح لهم يحتفظ بالمخطوطه الاصليه ويبدا يعمل لي منها نسخه. يبقى تاني عندي إدارة من الإدارات اسمها إدارة النسخ والمحفوظات. إدارة النسخ والمحفوظات دي الوظيفة بتاعتها تختص بحفظ الوثائق والمخطوطات الأصلية عندي، بيعمل منها نسخة. طيب تالت إدارة، خلي بالك الإدارات بعد كده أسهل بكتير بقى. ليه؟ الإدارة أنا ممكن هنا أستنتج التخصص بتاعها من اسمها. إدارة اسمها إدارة الحقول، لفظ الحقول أنا لفظ بطلقه على الأراضي الزراعية وعملية الزراعة. يبقى الإدارة التي ستهتم بكل عملية الزراعة سواء عملية ري الأراضي الزراعية أو عملية إنتاج المحاصيل الزراعية هو على إدارة الحقول. طيب الإدارة اللي بعدها عندي اللي هي إدارة أنا شايف صورة هو في فلوس وبنعد فلوس،
دي هنقول عليها ايه؟ لأ دي هنقول عليها عندي إدارة الخزانة، يعني كلمة خزنة دي إدارة هتختص بالحفاظ أو أن هي تحافظ على كل الموارد الدولة المالية. أي دولة في الدنيا لها موارد مالية، الناس بيبقى عليها ضرائب بتدفعها بتسددها للدولة، بيبقى فيه مرتبات للشرطة والجيش وحكام الأقاليم والموظفين اللي في الدولة، فالدولة هتعين الفلوس دي كلها فين؟ فلازم يبقى فيه إدارة خاصة بتحافظ على كل إدارات الموارد الدولة المالية اسمها إدارة الخزانة. طيب في عندي إدارة أخيرة رقم 5 اسمها إدارة القضاء، القاضي. هذه الإدارة هي التي كانت تشرف على المحاكم بكل أنواعها، المحاكم التي تحكم بين الناس، بقول عليها إدارة القضاء لأن يبقى في محاكم عشان تفصل ما بين الناس. يبقى أنا كده الإدارات العامة عندي 5 إدارات: إدارة الوثائق الملكية، إدارة النسخ والمحفوظات، إدارة الحقول، إدارة الخزانة، وإدارة القضاء. هتلاحظ إن دايما في الحضارة المصرية القديمة، ولو انت رحت اي رحلة مدرسية، طبعا الحضارة المصرية القديمة والتماثيل والرسومات والكلام ده كله، طبعا مفيش محافظة عندنا ما فيهاش متحف، ومفيش محافظة عندنا ما تقدرش انت تخش متحف وتشوف طبعا فيها الاثار بتاعة الحضارة المصرية القديمة. في دايما التمثال ده، دايما تمثال مشهور جدا عند المصريين القدماء، الجلسة دي بيتقال عليها جلسة القرفصاء. هذا الشخص اللي هو بيتقال عليه الكاتب، الكاتب ده طبعا هم كانوا بيشتغلوا فين؟ جوه الادارات العامه، في بيعمل عدد من الكتاب. الوظيفة الكاتب ده كان ليها وظيفه كبيره جدا، وليها مدى الاحترام وليها مدى التقدير، والناس كانت بتنظر الى هذه الوظيفه نظره احترام وتقدير عاليه جدا. طبعا جوه الادارات دول في كتبه، هم عشان يكتبوا المراسيم والوثائق الملكية، وعشان هم اللي يعملوا النسخ بتاعتها. إدارة الخزانة طبعا الناس دي هتسجل الموارد المالية للدولة، كل الحاجات دي لازم تتسجل، فلازم يبقى فيه عندي كتاب عشان يحتفظ بالوثائق والكلام ده. الكاتب دي وظيفة كبيرة قوي، يعني المصري القديم مثلا عارف ان الشخص ده في المنطقة دي راجل ده كاتب، وظيفته كاتب، ناس تحترمه جدا وتجله جدا ويحترموه قوي. طب ليه؟ اول سبب عندي لان الكاتب بيتم اختياره من بين المتعلمين، ما هو ما فيش كاتب واحد، ما فيش واحد يشتغل في الوظيفه دي ما يكون شخص متعلم. فشوف جمال الحضاره المصريه القديمه، كانت تحترم الشخص المتعلم، يعني بيحترم قيمه العلم، فهو عارف ان الكاتب ده لازم ده الشخص ده شخص اكيد بيعرف يقرا ويكتب، ده انسان متعلم، ده انسان مثقف، فبحترمه على قدر العلم والمعرفه بتاعته. الحاجه الثانيه كمان ان النابغين منهم الشطار قوي من الكتاب ياخدوهم يروحوا يودوهم عشان يرقوهم في المناصب الكبيرة، فممكن هو كاتب في إدارة بعد كده لاقيه بقى في منصب حاكم إقليم زي منصب المحافظ، مدير إدارة من الإدارات اللي هي من الإدارات اللي احنا خدناها، إدارة الخزانة أو إدارة القضاء أو إدارة النسخ والمحفوظات أو منصب أمين الملك. سؤال عندي بيتكرر كتير هأكد عليه تاني اهو: بما تفسر كان ينظر الى وظيفة الكاتب نظرة احترام وتقدير؟ هقول لسببين. السبب الاولاني لان بيتم اختيار الكاتب من بين المتعلمين، اثنين النابغين او الشطار منهم بيتم ترقيتهم الى المناصب العليا في الدولة، ممكن يبقى حاكم اقليم، ممكن يكون مدير ادارة، ممكن يكون امين الملك. من ضمن عندي الحاجات المهمة في الدولة المصرية وفي تاريخ مصر اللي انت لازم تعرفه وتعرف تاريخ بلدك، الجيش ركن اساسي، مفيش دولة من غير جيش، والجيش هو اللي بيدي اعتبار وقيمة للدولة. ومصر ظلت دولة ليها قيمتها في التاريخ بفضل جيشها الوطني المخلص. طيب تعال بص كده مع بعض على حاجة: مصر، الشعب المصري لم يكن ضعاف حرب. ركز قوي على الجملة دي، مهمة في تاريخك لازم تعرفها. نقول بما تفسر لم يكن المصريين ضعاف حرب، بمعنى ايه؟ لما تيجي تدحبس كده في تاريخ مصر ما تلاقيش ان المصريين من طبيعتهم او من الشعوب اللي في تاريخها راحت اعتادت على شعوب تانية. الفكرة دي مش عندنا، ان الشعب المصري يطلع جيش ويروح ويحتل دول تانية وينهب ثروات الدول او يستولي عليها. في دول كتير في تاريخ البشرية، في دول كتير بتقول طبعا ذكر اسمها، هذه الدول في تاريخها كانت دائما ما تقوم بهذا، ويروح يستولوا على الشعوب التانية ويروحوا يحتلوها ويستولوا عليها وياخدوا وينهبوا خياراتها ويقوموا عملية السلب والنهب والكلام. لكن الشعب المصري مش كده، ومش بطبيعته
عنده إن يعني الطبيعه دي مش موجوده فيه خالص، وما بيميلش للحروب. لكن مش معنى كده انه انسان بيستسلم، لا، المصري لما حد يجي يعتدي عليه يبدا يقف يدافع عن بلده. لكن ليه المصريين مش من الشعوب دي، مش من الشعوب دعاه الحرب اصلا؟ اقول المصري القديم كان يفضل الحياه الهاديه، يحب الحياه الجميله البسيطه. هو ما عندوش حاجه اصلا تدفعه انه يروح يحارب حد. ربنا اداله النيل وادلنا الجنات الخضراء، ربنا وهبها له، فهو الراجل عايز يستمتع بالنعمه اللي ربنا اداها له، وعايز يستمتع بثمره مجهوده، بثمره تعبه، عايز يستمتع بالجنات الجميله دي. لكن ايه اللي يحصل له؟ ان المعتدين، وانت شفتهم، الاسيويين جم واتطردوا، الهكسوس جم واتطردوا، لو جه حد طمع في ثروات البلاد وخياراتها، ايه اللي يحصل له؟ المصري في الحاله دي يحمل السلاح ويدافع عن بلده. طيب، بدايه وجود جيش نظامي، خد بالك بس من الكلام عشان تبقى فاهم كويس، بدايه ونشأة جيش نظامي كان في عصر الدوله الحديثه. لكن مش معنى كده ان الدوله القديمه مفيش حد كان بيدافع عن الشعب المصري، والدوله الوسطى ما كانش فيه جيش بيدافع عن الشعب المصري. لكن كلمه جيش نظامي يعني في ناس متخصصه، دي وظيفتها او ده دورها وده ادائها. لكن في فرق ان يجي حد يعتدي عليا فيبدا افراد الشعب يبداوا ان هم يدافعوا ويكونوا بعض الفرق العسكريه ويبداوا يدافعوا عن بلدهم. لكن وجود جيش قائم بالفعل كان في عصر الدوله الحديثه، ده بدايه اول جيش نظامي. ليه المصريين القدماء اهتموا قوي ان يكونوا جيش في عصر الدوله الحديثه؟ عشان يقدر يامن حدود مصر من الاخطار الخارجيه، ولحد دلوقتي دي وظيفه الجيش في الدوله، ان يحمي حدود الدوله من اي اخطار خارجيه، ان يحرر البلد من المعتدين الغزاة. احنا شفنا الهكسوس لما جم، جيش مصر بقياده الملك احمس نجح في تحريرهم من المعتدين الغزاة. عشان في عصر الدوله الحديثه تم تكوين امبراطوريه الواسعه، مصر في عصر الدوله الحديثه وعصر المجد الحربي كانت دوله كبيره ولها حدود كبيره. طيب ايه هي الاسلحه التي كان يستخدمها المصريين القدماء؟ تعالى نستعين عندي بالصور مع بعض. هنلاقي عندي ان لو نزلت كده تحت وبصيت على العساكر هتلاقي ان العسكري هنا ماسك رمح الطويل ده يتقال عليه الرمح، وهتلاقي ان العساكر الرمح في ايد، وفي الناحيه الثانيه في حاجه اسمها الدرع. الدرع ده الواقي اللي بيتلقى بيه الضربات عشان يعرف انه يصد الضربات. وهتلاقي ان في عندي حاجه ثانيه صغيره من السيف، هي اصغر من حجم السيف، ده اللي بيتقال عليه الخنجر. هتلاقي برضو عندك مثلا هنا دي كده المجند ده ماشي اهو في ايده، في القوس، وفي عندك السهام، وفي بيبقى جعبه السهام اللي بتتحط في الظهر. دي كلها على بعض العجلات الحربيه. والمصريين القدماء للامانه التاريخيه مش هم اللي اخترعوا العجله الحربيه، ده المصريين القدماء خدوا فكره العجلات الحربيه من الهكسوس. طب ايه هي اهم الابتكارات اللي قام بيها المصريين القدماء في تنظيم الجيش؟ يعني في حاجات في ظلت لقرون طويله اول ناس ابتكروها وابتدعوها كان المصريين القدماء. واحد، المصريين القدماء هم اللي بنوا القلاع والحصون. اول ناس بنوا القلاع وبنوا الحصون المصريين القدماء. اثنين، المصريين القدماء قسم الجيش الى قلب وجناحين. القلب الجزء اللي في النص، والجناحين اللي هو الجزء اللي في اليمين والجزء اللي الشمال. تالت حاجه ان المصريين القدماء اخترعوا حرب المفاجاه، اللي هي الحركة السريعة بتاعت الجيش والالتفاف حول العدو، ان في جزء من الجيش، جزء من جيشك يبدأ يلف حوالين الجيش اللي قصاده ويعمل عليه زي كماشة يقفل عليه. كمان من ضمن الحاجات ان المصريين القدماء درسوا ساحة القتال قبل بدء المعارك. يعني يخش القادة الكبار بتوع الجيش المصري ويبدأ مثلا المعركة دي هتحصل في الوادي اللي هناك ده، يبدا يدرس الارض ويشوف حواليها مرتفعات، ممكن حد من الاعداء يجي من ظهرنا، يبدا يدرس ساحه المعركه عشان يامن الجيش صح. اول ناس يعملوا الكلام ده هم. لو جيت رجعت تاني معاك كده وبصيت عندي للصوره هلاقي ان الجنود عندي هنا لابسين ملابس قصيره عامله زي لعيبه الكوره. طيب ايه الهدف بقى من لبس الملابس الجنود الملابس القصيره؟ بما تفسر ليه الجنود في مصر القديمه كانوا بيلبسوا دايما الملابس القصيره دي؟ الهدف منها عشان تسهل الحركة أثناء الحرب، عشان تبقى حركة الجندي سريعة أثناء القتال، زي بالظبط حركة لعيب الكورة وهو لابس الشورت تبقى حركة سريعة. طيب الأسطول، الجيوش اللي احنا اتكلمنا عليها
الجيوش اللي احنا اتكلمنا عليها دي الجيوش اللي بتحارب في البر. طب مصر دولة كبيرة، دولة ليها سواحل على البحر المتوسط، ليها سواحل على البحر الأحمر، ولازم ان انت تحافظ عليها ولازم تدافع عن السواحل دي، لان ممكن الاعداء ما يجوش من طريق البر وممكن يجوا عن طريق البحر. يبقى هنا هلجأ لطريقة تانية او لحاجة تانية لازم تكون موجودة جنب الجيش يحميني، الاسطول الحرب. يعني ممكن يبقى في اسطول تجاري، مجموعة سفن بتستخدم في نقل البضائع، وممكن يبقى عندي مجموعة سفن بتستخدم في صد المعتدين، بتستخدم في الحروب، بيتقال على اسطول حربي. ما المقصود بالاسطول الحربي؟ الاسطول الحربي هو عدد من السفن المجهزة ومعدة عشان تقوم بصد المعتدين القادمين من جهة البحر، الاعداء اللي جايين من جهة ناحية البحر، احنا هندافع عنهم، احنا هنصدهم، احنا هنهزمهم، هنحمي السواحل بتاعتنا. طيب خلي بالك السؤال ليه شكلين اهو بيتكرر كتير قوي في اسئله امتحانات. بما تفسر اهتمام المصريين القدماء بانشاء اسطول الحربي؟ ما النتائج المترتبه على انشاء اسطول بحري في مصر الفرعونيه؟ ادى حاجتين عندي. واحد، عشان ان انا اصد المعتدين اللي جايين يعتدوا عليا من ناحيه البحر. اتنين، عشان اقدر ادافع عن سواحل مصر واقدر ان انا ادافع عن المواني المصريه. طيب مين اشهر المعارك البحريه اللي دارت عندي في مصر؟ كانت في عهد الملك رمسيس الثالث، ودي كانت شعوب البحر المتوسط عندما حاولت احتلال مصر وعندما حاولت الدخول لمصر، ونجح رمسيس الثالث في هزيمتهم. ودي برضو ترجع لحلقه عصر الدوله الحديثه، عصر المجد الحربي، تاخد رمسيس وتراجع كده تاني معانا رمسيس الثالث، تعرف المعارك لما نجح في هزيمه شعوب البحر المتوسط بريا عند رفح وبحريا عند مصب النيل الغربي. دي اشهر المعارك البحريه اللي خطر الاسطول المصري في الحضاره المصريه القديمه. اتمنى تكون حلقتنا النهارده عجبتكم. كان معكم معلم اول مستر محمد نور محمود كمون من قناه السكوله التعليميه. ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير للقناه.